السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة تعاونية الرهان للخياطة والطرز. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم جلابة ايفازي سنتري. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك باش تشجعونا ان شاء الله نخدم معكم دروس اخرين. ها انتما كيف ما كتشوفوا دائما في جلابة كناخدو 9 سنتيم، ها انتما دابا واضحش دابا نكمل بهذا 9 سنتيم. جربي عاد تحط شويه. بالنسبه للتطويره كنا في جلابه الايفازي عادي، وبالنسبه العاديه كنا كنهبطوا 3 سنتيم، لكن هاد الايفازي سنتري لا لاحظتوا راه محلوله، يعني دابا حنا قدامين في الان يعني غنهبطوا ب 10 سنتيم. ها انتما هنا 10 سنتيم. المهم دائما كنخدم لكم بالبيروكي، اليوم ان شاء الله غنخدم لكم بايدي. هانتوما ماشي بالضروره دائما بقاو تستعنوا بالبيروكي، ممكن انكم تخدموا بيديكم بحال هكا ودوروها عادي. بالنسبه للكتاف 42 غنزيدو بجوج سنتيم اللي هي 44 مقسومه على جوج اللي هي 22. هانتوما دائما هذه ملاحظه، بياسه ملي كتكون محلوله كنزيدو 2 سنتيم، لكن بياسه اللي كانت مطويه على 4 مثلا جلابه، يعني اي بياسه او بيجاما اي بياسه مطويه على 4 كنزيدو 1 سنتيم، يعني ما كتكونش محلوله من القدام. قلنا الكتاف خدينا فيه 22، ها هي نسجلها كتاف 22 غنهبط ب 3 سنتيم. ثلاثة سنتيم وغنلقي النقط. البنات اللي عندها اي استفسار مرحبا. هذه بحال الجلابة عادية هي اللي كنهضرو عليها. كيف ما قلت لكم هذا الدرس ديال السنتري هو اختصار يعني الدروس بثلاثة، يعني داخل فيه جلابة عادية وداخلة فيه الايفازي عادي زائد السنتري. هانتوما غنجيو غناخدو الصدر. بالنسبة للصدر كيف ما كتشوفوا عندنا 26 زائد 2 سنتيم اللي هي 28، انتبهوا معايا عفاكم 28 عندنا في الصدر. هانتوما غنديروا واحد الخط اللي هو مستقيم سطرو حتى عليه غناخدو التركيز. بالنسبة للتركيز كيف ما كتشوفوا هانتوما التركيز عندنا 24 زائد 2 سنتيم اللي هي 26، ولكن انا غنزيد فقط 1 سنتيم لان التركيز ما فيه لا قطعه ما محلول ما حتى شي حاجه، يعني ما نحتاجش نزيدو فيه 2 سنتيم، كنظن 1 سنتيم كافي، يعني 24 زائد 1 سنتيم اللي هي 25. ها نتوما تابعوا معايا هنا كيف العاده. اللي عيد زاد اليوم على الدروس الاخرين كنظن ديجا زدناه في جلابه عادي ماشي مشكل، ديال جلابه ايفازي عادي زدناه هاد 1 سنتيم، يعني في الاول كنا كنخدموا بهادي، من بعد ملي انتقلنا للايفازي زدنا واحد 1 سنتيم ونص هي هادي. هانتوما وهنا غنلاقيو مع هاد النقطه هادي. غنقلبوا على 25. هانتوما نزيد دقان. هانتوما 26 يعني غنطلع واحد شويه حتى نلقى 25. بالنسبه للبنات اللي كيشاهدوا الفيديو تقدروا تخليوا لي الاستفسار ديالكم ان شاء الله نجاوبكم. غناخذ طول الامام 42 زائد 1 سنتيم اللي هي 43. ها نتوما اللي هنا طول الامام كتساوي 43، من هنا لهنا خدينا طول الامام. على طول الامام كناخذ الحزام. ها نتوما الحزام فيه 20 زائد
جوج سنتيم اللي هي 22. يعني هنا الحزام كتساوي 22. غنلاقيو هاد النقطة هادي ديال الحزام مع هاد النقطة هادي، هانتوما تابعو معايا. تابعو معايا، هنا طراسينا الحزام، من بعد غناخدو ارتفاع الوسط اللي هو 23 زائد 1 سنتيم اللي هي 24. هانتوما 24، من هنا لهنا ارتفاع الوسط. البنات اللي ما فهمتش حاجه تقدر تسول عادي. بالنسبه للوسط كيفما كتشوفوا عندنا 27، غنزيدو جوج سنتيم اللي هي 29. هانتوما ودابا غنلاقيو هاد النقطه ديال الحزام مع النقطه ديال الوسط. حليو هانتوما، من هنا لهنا خديت ارتفاع الوسط، وهاد النقطة هادي دار ارتفاع الوسط عليها خديت الوسط. دابا غنلاقي هاد النقطة ديال الوسط مع النقطة ديال الحزام. هنا دائما حاولوا تجمعوا هاد الطريقة هادي، ما تخليوش هادي بحال ما هكا حيت لا بقات غتجي مبوقة في التو. واخا غتجيو غتاخذوا البيروكي بهاد الطريقة هادي وتجمعوا ما بين هاد السطرين بحال هكا. البنات كيجاكم الدرس ياك؟ يعني ما كاينش حاجه اللي متعطى. لكن لو كنت جيت معاكم في الاول ودرت لكم مثلا سانتري بعوض جلابه عاديه كان غيجيكم صعيب. يعني ملي كنبقاو غاديين غير بشويه بشويه بهاد المراحل، من بعد ان شاء الله حتى شي حاجه ما تبقى تجيكم صعيب. بالنسبه للطول هانتوما، الطول متر و 35 زائد 7 سنتيم اللي هي متر و 42. هانتوما هانتوما طول مترو 42، بالنسبة للجلال غنديرو 45، يعني بحال هكا بحال البازي عادي. كيتبدل، نعطيكم واحد الملاحظة وتقنعو عليها مزيان. لا سرحي، واحد الملاحظة مهمة بالنسبة للجلال مثلا، إلا كان مثلا في الصداع عندك 28 أو 29 غادي دير 45، ولكن إلا كانت السيدة مثلا عندها 35 سدر، يعني السيدة قد ما تزاد عندها السدر قد ما كديريها في الجلال باش يبان فيها الإيفازي. أما إلا كانت هي 35 ودرتي لها 45 غتبان لك جاية بياسة هابطة عادية، فهمتيني؟ يعني أنتي ملي كتكوني كتفصلي على حسب الطال. على حد صافا نكمل السنتيم، على حسب الطال. إلا بانت مثلا السيدة تبارك الله عامرة خاصك تزيديها في الجلال، بانت لك انها في حدود يعني 28 29 حتى لكاع 32، تقدري ديري لها 45 تجيها مزيانه، ولكن ملي غتوصل 35 او 34 ما غتجيهاش مزيانه. زائد واحد الملاحظه انتبهوا ليها، ملي كتلاقوا النقط بحال هكا وبانت لكم واحد الشويه دايره غتجي مبوقه في التوب، يعني كتجيبي الخطوطه بحال هكا وديروا هذه باش انتم كتفصلوا وكتلاحظوا. نعم اختي، دابا نطلع بها ضروري. انتم هنا كنطلعوا بواحد 3 سنتيم، علاش هاد 3 سنتيم؟ قلنا باش الجلال ما يكونوش طايحين في الارض. هانتوما انا غنعطيكم فرصه انكم تعاودوا الدرس. بالنسبه للبنات ان شاء الله غندير لكم حصه خاصه بالطريقه كيفاش نخرجوا ضدها، غنعاود نسجل لكم ان شاء الله فيديو اخر. بالنسبه لكم البنات غنعطيكم فرصه انكم تعاودوا الدرس، تلاقاو ان شاء الله فيديو اخر.